بدأنا العمل في حردان قبل بضع أشهر. اخترنا بشكل استراتيجي الانخراط هنا حيث كانت القرية دمرتها أحداث داعش سنة 2014-2015، حيث تم تدمير جزء كبير من القرية وقتل عدد كبير من السكان بسبب الاختطاف. الآن لا يزال هناك نقص كبير في الثقة والغضب بين حردان والقرى المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال في معظم مناطق سنجار، تعاني القرية من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات التي توفرها دائرة البلدية وما إلى ذلك. عندما بدأنا التعامل مع مجتمع حردان لأول مرة، كانوا معادين لنا ومع المنظمات الغير الحكومية بشكل عام، لأنهم يعتقدون أن المنظمات الغير الحكومية تقدم وعودا لا تفي بها. بعد ذلك، منذ أحداث داعش، عندما جذبت سنجار الكثير من الاهتمام الدولي، ركزت المنظمات غير الحكومية على سنجار وقدم العديد منها وعودا لم تتحقق في حردان. نتيجة لذلك، يشعر القرويون في حردان بالإهمال واليأس وفقد معظمهم الثقة في حسن نية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية بالعمل فيها. من خلال بناء العلاقات مع القرويين في حردان، أصبح موقفهم الآن مرنا بشكل ملحوظ. تم تحقيق ذلك من خلال تنشيط الشبكات الاجتماعية لأحد المنظمات غير الربحية لدينا والمخرات في الدبلوماسية المكوكية للمساعدة في حل الاتهامات والنزاع حول المحسوبية في القرية. نحن الآن منخرطون في منتديات أمن المجتمعي في حردان، والتي من خلالها نستهدف إلى مناصرة المجتمع وتمكينه من الوصول إلى الخدمات التي يفتقرون إليها حاليا. في الأسبوع الماضي، اتصلت بنا المنظمة الدولية للهجرة أنهم مهتمون بالعمل في حردان لأنها منطقة مهمشة، لكنهم كانوا قلقين بشأن كيفية التعامل مع المجتمع لأنهم واجهوا مؤخرا مشاكل في منطقة أخرى يعملون فيها في سنجار، حيث كان هناك احتجاجات ضد خدماتهم. أتت المنظمة الدولية للهجرة إلينا للحصول على المشورة حول كيفية بناء العلاقات في حردان وتجنب المشاكل السابقة التي مروا بها.